صباح عليكم مرة تانية، وبنبدأ فقرتنا بمجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح. منها أن هيئة قناة السويس أعلنت وصول الحوض العائم بحمولة بلغت 35 ألف طن في ترسانة بورسعيد البحرية. أما هيئة البحوث الإسلامية فقد أطلقت حملة وإنا له لحافظون، وذلك ردا على حملات التشويه المتطرفة ضد القرآن الكريم. ومنها أيضا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية أعلنت إنجازاتها بعد 4 أعوام من انطلاق منظومة التأمين الصحي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن امبارح وصول الحوض العائم فخر القناة لترسانة بورسعيد البحرية بعد نجاح عملية عبوره عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب في عملية عبور خاصة مقطوراً بواسطة القاطرة بوش هاوك في رحلته قادماً من ترسانة سانغ سانغين بكوريا الجنوبية. امبارح أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إطلاق حملة توعوية شاملة بعنوان وإنا له لحافظون، دفاعاً عن كتاب الله ضد كل توجه متطرف يطعن في المقدسات، مع ضرورة الاهتمام بقضايا الواقع والعمل على معالجتها في إطارها الشرعي. الحملة بتأتي في ظل الحملة العنصرية الموجهة للمقدسات الإسلامية، وهو الأمر اللي ترتب عليه إزاء مشاعر المسلمين حول العالم نتيجة التعامل المتطرف ضد المصحف الشريف بما لا يليق بمقامه الكريم. امبارح أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تقديم 24.5 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ب4 محافظات، وده خلال 4 أعوام منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في عام 2019 وحتى الآن، ويأتي ذلك تزامناً مع احتفالات الدولة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو. أما جولتنا في المحافظات فقد شهدت مجموعة من الأحداث المختلفة، كان أبرزها أن حديقة حيوان مدينة الإسكندرية استقبلت 34 ألف زائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك الثلاث. أما محافظة الشرقية فقد تصدرت مبادرة 100 يوم صحة، وده بعد خدمة أكثر من 8000 مواطن مصري. كمان مصايف مدينة جمصة استقبلت حوالي 1 مليون زائر في أيام عيد الأضحى المبارك. وعندنا أيضا الانتهاء من زراعة 70,100 فدان أرز، وذلك على مستوى محافظة الغربية. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها إن حديقة الحيوان بالإسكندرية شهدت إقبال كثيف من أهالي المدينة والزائرين من المحافظات الأخرى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وحيث استقبلت الحديقة أول أيام العيد 4000 زائر، وتاني أيام العيد استقبلت الحديقة 13000 زائر، فيما استقبلت الحديقة ثالث أيام العيد 17000 زائر بإجمالي 34000 زائر خلال 3 أيام. أكدت مديرية الصحة بالشرقية أن الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية تصدرت المركز الأول في عمل المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية بعد تقديم 8903 خدمة طبية بمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمواطنين بمحافظة الشرقية. أكد مجلس مدينة جمصة أنه تم استقبال 1 مليون مصطاف لمصيف جمصة السياحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وبيبلغ عدد الشواطئ في مدينة جمصة 18 شاطئ عام كلهم بالمجان ما عدا شاطئ واحد خاص يبلغ سعر الفرد فيه 100 جنيه والأسرة 300 جنيه فقط. أعلنت مديرية الزراعة بالغربية أنه تم الانتهاء من زراعة المساحة المخصصة لمحافظة الغربية من محصول الرز هذا العام، وبلغت المساحة المنزرعة 70,100 فدان موزعين على مستوى المحافظة، وقامت المديرية بالدور الإشرافي لمتابعة أعمال الزراعة وتقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين وتنظيم مدارس حقلية لتوعية المزارعين بالطرق السليمة للري ومتابعة الأرض طوال فترة الزراعة حتى الحصاد. شهدت محافظة أسيوط الانتهاء من 14 مشروع بالمرحلة الأولى من مشروعات الأسواق الحضرية والمواقف النموذجية ونقاط الإطفاء اللي بيجري تنفيذها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بقرى حياة كريمة، وبلغ إجمالي التكلفة للمشروعات اللي تم الانتهاء منها 74,983,000 جنيه، وده ضمن مبادرة التطوير الشامل للريف المصري اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يشهد متحف كفر الشيخ عرض 19 قطعة أثرية جديدة ضمن القطع الأثرية التي لم تعرض من قبل من روائع الزخارف الإسلامية تعبر عن الزخرفة الإسلامية عن الأواني بدءاً من عصر المماليك، وذلك وسط إقبال كبير على المتحف منذ افتتاحه في 31 أكتوبر 2020. أكدت محافظة الأليوبية أنه تم توريد 88,007.498 طن تقريباً من القمح داخل وخارج المحافظة، وبلغت النسبة المئوية للتوريد 144.3% من المستهدف، وده وسط انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكافة مواقع التخزين بالمحافظة.